اهلا وسهلا بحضراتكم. ما زلنا في الرد على اسئله الساده المشاهدين اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره. ومعانا من ضمن الاسئله سؤال لرجل، يقول: رجل له ابنان تخرج في الجامعه ويعملان في الاعمال الحره، ومعيشتهما تستهلك كل دخلهما، وهما الان يحتاجان الى معونه لزواجهما، فهل يجوز له ان يعطي ابنيه من زكاه ماله او ان ذلك لا يجوز؟ أخي الفاضل، المقرر شرعا أن الصدقات الواجبة المفروضة بتعطى للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في آية سورة التوبة، في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المقرر أخي الفاضل شرعا أيضا إن الصدقات الواجبة لا تجوز بين الأصول والفروع، يعني بين الآباء وإن علوا، بين الأبناء وإن يعني نزلوا، وهنوضح ده بعد شوية. ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر، وما دام يعني هذان الولدان في نفقة الأب وعايشين معاه، يعني هم عايشين مع بعض، الأب اللي بيسأل ومعاه ولديه دول، الولدين دول عايشين لوحدهم، عايشين معاه وفي ما زالوا موجودين وهم في معيشة كمان واحدة، فلا يجوز شرعا ان حضرتك تعطي زكاة مالك لولديك اللي عايشين معاك واللي انتوا ما زلتوا في واحد، وان هم برضو ما زالوا في رحاب حضرتك. ونص الفقهاء على ان المزكي لا يدفع زكاته الى اصله، اللي هو ايه؟ الاصول والفروع. اصله اللي هو الاب والجد وان علا وجد الجد وهكذا، ده معنى الاصول. الزكاة مش المفروض يدفعها لا للاصول، وكمان اللي هي من ضمنها برضو الأصول الأم والجدة وإن علت، جدة الجدة وجد فوقها وهكذا، ولا يدفع الزكاة برضو إلى فرعه اللي هم أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا. يبقى أنا المقرر والمنصوص عليه إنه الزكاة ما تكونش لا للأصول ولا للفروع، زي ما وضحنا وبينا. ليه؟ لأن المنافع بينهم متصلة، يعني لا يتحقق التمليك على الكمال. أنا ابني قاعد معايا وبياكل وبيشرب، وأنا ما زلت برضو بعاونه واقف جنبه وبتاع، وهو لم يستقل بعد، ففي بينا منافع متصلة، وهشتري أكل فهناكل سوا، وإن إحنا بنشرب سوا وعيشتنا سوا، فبالتالي المنافع متصلة. ولأنه المزكي تجب عليه نفقة أصله وفرعه إذا كان محتاج، فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاة ماله، إنما ينتفع بزكاة ماله مين؟ المحتاج. فبالتالي يا أخي الفاضل لا يجوز على هذا الحال الوارد في السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه.